ها سمعت؟ قوم لا تسوي نفسك اصمخ وراك دوام. سامعك مو اصمخ، خمس دقائق اقوم. الخمس دقائق هذه ما راح تسوي شيء، يلا قوم. يلا. يلا قوم. يلا قوم. يلا قوم. سلطان قوم. في مقولة تقول النوم سلطان. النوم سلطان، أنت ما في ثقافة؟ قوم يا سلطان. بقعد ولدك وبرجع بشوفك قاعد. قوم. يلا روح قعد الولد. طبعاً تبيني أطلع عشان ترجع تنام. تصدقين عاد؟ كنت حلمان خوش حلم، من سمعت صوتك فجأة كابوس صار. أحسن أحسن إيه أحسن، يلا قوم. يلا الحين بقوم. صباح الخير، صباح الورد، صباح الورد الجوري، صباح أحلى زوج بهالدنيا. ياه 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 ياه، شنو هالدلع؟ مو عوايدك؟ إي قاعدة اليوم مبكر، قلت خليني أسوي ريوق حق حبيبي ريلي. أنا شاك إن ورا هالموضوع فساد ورشوة. بسرعة قولي لي شنو عندك؟ تدري إن أنا الغلطانة؟ هذا يزاي عشان أنا مسويت لك ريوق، على بالك إن أنا برشيكة وعندي سالفة؟ بتعتعت وين راح قاعد غشمر معاك؟ اصلا هذه احلى رشوه بالدنيا. بس انا متضايق شوي على موضوع الحفله. خلاص عاد حبيبي لا تزعل، وبعدين في واحد زوجته تسوي لها الريوق وتحط لها الاغنيه الحلوه ويسال عليها. لا سامحتك. انزين حبيبي ما بيك تروح المكتب اليوم، أبيك تروح معي الصالة عشان نشوفها ونتفق معاهم، عشان لا تقول بعدين سويتي شيء من وراي. إيبا أنا ما أعرف حق هالسوالف ولا فاضي لها، روحي أنت سوي اللي تبينه. بعدين مو تقولي لي سويتي شيء من وراي، أوكي؟ تدري شلون؟ راح أروح معك، بس ها منطول هناك. أوكي. بسم الله ولا بس عرض طالع. تفضل. إيه كم بدلعتي؟ سوي لي مرتديلا، حطي لي فيها طماط وخيار.